تصور فيديو واحد وتحطه بالسوشيال ميديا وتلعن خير خيرها وتهزئها وتصير قضية راي عام وخلصنا. يا ليت اللي صار حق ابتسام يكون عبرة ودرس للجميع. أنا ما أحب التهاون والتساهل في العمل، الغيابات الكثيرة بعد ما أحبها. يعني أنت بغيت أن أنا أسولف عن أهلي وعيالي وكذي؟ لا 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 لا، يعني أنا حابة أزورك في بيتك، في وسط أسرتك، أولادك، أتعرف على زوجك، كذي قصدي يعني. بالعكس، حياك الله أي وقت تبي. أنا عندي مكتب عقار، نبيع ونشتري ونأجر بيوت. الله، ليش ما قلتي لي بدرية؟ إيه أنا كنت محتاجة مكتب كذي بس ما كان عندي وقت. والحين صار عندك وقت؟ حبيبي، حبيبي البطل، شفت؟ هل أنت ما فيك شيء؟ إيه لأنه يعني قلت بدل ما البيت يكون كذي ما حد مستغله، قلت يعني أبيعه وأتصرف فيه. حاضر حاضر، بس مثل ما قلت لك، أول شيء ننقل الملكية باسمك، بعدين نعرضه بالسعر اللي تبينه. يعني أول شيء أول خطوة أروح حق المحامي. بالضبط. ترى رئيسة قسمك مرتني المكتب اليوم. ليش؟ إيش عندها؟ مو ذيك يوم كانت عندنا قالت عندها بيت بتخلص أوراقه وتمر علي. عشان كذي دق علي فارس يعرض علي المحل اللي عنده. ليه؟ ليه اشتغلي؟ يبا بس فشل، أحس ما أدري يعني أحس إن كسرنا خاطرهم عشان كذي اتصل فيني وقال لي. أعطيني أعطيني الجبنة هذه. ألو؟ ألو فارس؟ صباح النور، أهلاً أهلاً. فارس، أنا قبلت بالعرض اللي قدمت لي وقررت أن أفتح المحل، يعني أسوي كذي محل طباعة وتصوير والأمور هذه. إيه حلو حلو ممتاز. إيه عيل، بس ناقصك آلات التصوير وماكينة الطباعة هذه، وأنا أدل محل وايد أسعاره زينة. مشكور مشكور وايد فارس على كل شيء. لا شكر على الواجب وفعلك. اي حياك الله حياك الله، مع السلامه مع السلامه. يا حلاله هذه ابتسام، بتاخذ محلنا، بتفتح فيه محل تصوير وطباعه سوالف هذه. مسكينه فنشوها تدرين انت، وهو بيجيب لي وقالت لي بتعطيني 200 دينار كل شهر. زين، صار لي سنتين ساكن المحل، لا فايده ولا عايده. يلا زين، 200 دينار تجينا كل شهر، أنا أشوف إنه وايد زين الموضوع وايد. جانو؟ جانو؟ يس مدام. شو هالريحة هذه؟ بطلي الدرايش وسوي قهوة وقعد الياها لان تأخر. عذاري يوم قومي مبارك.
روان غايبة بعد اليوم؟ اي نعم. طلع هذه لا احترام ولا تقدير. ايش فيها نسرع ما لقيت لك واحد يبتسم. حياة. ها، ايش رايك بالمحل؟ ما يبي له شيء، شوية تنظيف هني، نسوي لك مكتب حقك هني، ومكتب حق الموظف وياك. وجهاز الطباعة والتصوير وشغلك هذا. مشكور، مشكور وايد فارس. إذا ما قلتي لي ايش تبي تسمينه؟ بسميه مركز فارس للطباعة والتصوير. ليش يعني؟ اكو سبب. بالنهاية يعني هو محلك. الله يوفقك، هذا المفتاح. وإن شاء الله يكون خير لك. مشكور. يلا يلا شي. ليش غايبة صار لك يومين ولا تبي تلحقين ابتسام؟ لا ولدي حرارته مرتفعة بس كنت مجابلته سهرانة معاه طول اليوم، شو أسوي كمادات وأدوية تعرفين وضعه؟ رديني على سالفة ولدك مرة ثانية وبعدين يعني لمتى؟ أستاذة غصون أنت ما عندك إحساس؟ أقول لك ولدي مريض شلون تبيني أداوم؟ أنت
تبين نحس بولدك ونهتم فيه؟ إذا أبوه ما يدري عنه شلون تبين إحنا نهتم فيه أصلاً؟ نعم، شو طالعين؟ مع الصابرين. بس بعد إذنك لو سمحتي ممكن أشوف الأهل بس من بعيد. إيه طبعاً ما في مشكلة. عبد الله يا ام عبيد، ام عبد الله وينك يا ام عبد الله؟ وعبد الله وش بالله عليك شلون طحت كذي؟ قوم حبيبي قوم يا تيدد، ربعت ريولي. قوم يا بعد قلبي تكود. بسم الله عليك، ايش فيك انت ما تحاسب على عمرك؟ قوم حبيبي قوم. ماني قادر ماني قادر. تعورت ريولك؟ إيه شوف بالله عليك. شوف صبر صبر. خلاص عبد الله وي. شوف أي أحد خلي يقوم. بالله عليك لا تتحرك حبيبي عشان ما تعور زيادة. وين أتحرك؟ ماني قادر أتحرك. الحمد لله. الله يبشرك بالخير. لا كاني بقول لها. أوكي مع السلامة. الحمد لله شفتي؟ كلها رضة، يعني ماكو شيء مكسر. ما أمان عليك لا تبكين، أمان عليك. ما ترني ايش فيني وش حسيت فيه؟ مت من الخوف، قعدت ألوم نفسي أقول ليش ما رحت معه. يما الله يا داك وين تروحين؟ هو كان داش يتوضى ويصلي. اي بس المفروض وهو بهالحالة أنا ليش معه؟ يما قولي لي صدق، هذا حب ولا شنو؟ أمان لا أشوفك تبتشين خلص. سلامات سلامات يبا، ما تشوف شر. الله يسلمك يجيرك عن الشر يبا. بسم الله يا كريم. هلا يبا. هلا يبا. سلامات ما تشوف شر. الله يجيرك عن الشر يبا. أمك وينها عيل؟ أمي فوق قاعدة بس أبكي. لا حول الله. يا يبا قولي لها أبوي ما في شيء، ما كل العافية إن شاء الله. ناديها ناديها خليك تطمن عليها وتطمن عليها إن شاء الله. الحين أقول لها. الله حالك. يلا شوي يبا شوي. يلا استريح يبا. أجوك الريح يا ودي يبا. أقنيدك شوي بس ند علي. يا معين الله ند هيبا ريحها. لا ارفع بالراحة يبا شوي. يما حبيبتي أبوي وصل وما في إلا العافية. الحمد لله شكرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. آه غدا شرك يبا. الله يسلمك يا بعد قلبي يا بعد طوايف. جزاك الله سلامات يبا. هلا يم هلا حبيب. هلا والله. سامحني يا أبو عبد الله. إيش عليك يا بنت الحلال؟ أنا لقيتك مشغولة بالمطبخ، قلت حق أشغلك وياي وكلها وضوء، لكن قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله اللي أيوة. الله شافاك وعافاك وهذه رضوض إن شاء الله والطيب منها. الله كريم إن شاء الله، كلها يومين ثلاثة واللي يبي يسابقني حياها الله. يا حلوك والله.
السلام. عليكم السلام. وهذه أوراق المحل خالصة، الرخصة وعقد الأجار، بس باجي الإعلان باكر يركبونه. يعطيك العافية. فارس. نعم. لا قصدي سميت المحل فارس. أنت اللي قلتي لي. أي صح. زين والموظف؟ والفراش. لا أحس موظف فراش يعني اثنينهم مع بعض شوي صعب أن نعطيهم رواتبهم، فنخليها على موظف واحد هو يشتغل وينظف بعد في نفس الوقت. تدرين شلون؟ حطي إعلان واللي يجون يتقدمون إذا شفتي واحد مناسب بينهم خليه يشتغل وياك. أوكي حلو، بحط الحين في الانستغرام أكيد كلهم راح يجون. ممتاز، أنا كذي دوري خالص. الله يوفقك وهذا المحل مبروك عليك. الله يبارك فيك. توصيني بعد بشيء؟ سلامتك. يلا مع السلامة. مع السلامة. هذه ايش فيها فجأة صحى ضميرها وصارت زينة الحين؟ لكن بس تروح تبلغ زوجها وتقول له كل شيء ويخترب اللي أنا سويته. هو ما يبي عرضه بالسوق. اي يعني يبي اجرة كذي معاه. عندنا ناس ناطرين، ناس ناطرين اتصال، عرفت شلون؟ بس ثواني. تفضل. الو؟ الو؟ استاذ فواز؟ اي هلا والله هلا. من وياي؟ استاذ فواز انا غصون، اتمنى ما تكون نسيتني. اي لا لا مو ناسيك، هلا والله هلا. أستاذ من فضلك أنا أبي بس ربع ساعة من وقتك يعني أشوفك برا مكتبك إذا ممكن. ليش يعني برا مكتبي؟ إيش معنى؟ يعني أنا أبيك بموضوع خاص يعني عارف يكون برا مكتبك أحسن عشان ما يعني لحد يسمعنا مني منك كذي بروحك يعني بس أبيك إذا ممكن. إيه بس أنا هالفترة وايد مشغول والله، إذا صار في فرصة إن شاء الله راح أبلغك. مع السلامة. مع السلامة. الدور هدي تليفونك وخلصي دروسك ان شاء الله. ما الحين بس دقيقه. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا 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 حبيبي. هلا حبيبي. هلا شلونك؟ زين تغديت حبيبي؟ راد متاخر. كنت تغديت برا؟ ايه اكلت بالمكتب. يا اقول انا صج تعالي فيشتك. هذه مربع 44 تبي داق علي؟ هو من أم 44؟ هذه غصون ما أدري شو اسمها. إيه مديرتي بالدوام. إيش فيها؟ في مجال إنها تجي برا ما أدري شنو. إيش فيها هذه استخفت؟ إيش تراني عنها؟ أنت تبي لي هالأشكال عندي في البيت. ما أدري بعد شو أسوي يعني. مديرتي بالدوام وقالت بي أتعرف عليك وعلى عيالك وأشوف بيتك، أقول لها طلعي برا؟ أنا لو هذه مديرتي كان حارقها من زمان. المهم هالأشكال هذه ما أدش عندي البيت مرة ثانية، فاهمة؟ خلاص انا بسالها ايش تبي منك. لا تسلينها ولا شيء، خلاص انا اندقت عليه ما راح ارد عليها. وعي ما انا قايل لكم هذه ما تنبلع، شلون دخلتها بيتنا؟ انت مالك شغل وعيب عليك وجاب لي دروسك احسن لك. مش نروح داخل ابدل ونلعب زين؟
قاعد تسوين؟ يلا عطيني رايك، ايش رايك؟ شوفي هذا اعلان الموظف الجديد اللي بيجاب المحل، حلو مو؟ انزين سمعي، ما صار شيء جديد؟ شنو؟ ايش فيش تحت شيء؟ انا موضوع فارس. لا شكو، ايش بيصير شيء جديد يعني؟ اصلا خلاص اللي بيني وبين فارس انتهى. ابا ترى انت يا اختي يعني عارفش لما تكذبين قولي لي الصج عادي. وهاي الهام ايش فيك تبين؟ زين قولي لي اذا صاير شيء جديد انا اسمعك يعني انا اختك عادي قولي لي. الهام ممكن تدلفين لو سمحتي خليني اكمل شغلي. ما ابي اتكلم معك قولي لي ابي اعرف ابي اسمع ايش فيك؟ واي في هذا ليش ما يرد علي؟ يا شباب خبر الصفحه الاولى هو خبر ها دقت هذه سموم رفيجتك هالعزه وعيد قال عزه زين ردي عليها اخاف بعدين تسوي لي سالفه بالدمام ولا تفصلني شلون تفصلك من وزاره ابوها فوضى صدق ما تستحي هذه صراحه فواز انا ودي أقول لك موضوع بس ما أدري من وين أبتدي. قولي إيش فيك؟ يعني أنا بخاطري يعني نسافر كلنا مع بعض نغير جو. أنا أحس إن نفسيتي وايد تعبانة بالفترة الأخيرة. إيه. أشوفك متغيرة هالكم يوم حتى ما لك خلقي ولا صوبي. لا لا تقول كذي. أنا كل اللي أبي إنك تبين لي شوية اهتمامك. يعني ودي نجدد بعلاقتنا. ما تكون مثل الروتين. ها ايش قلت؟ ان شاء الله الحين خلي موضوع السفر بعدين يعني ان شاء الله. احنا عندي كم شغله بس اخلصها وان شاء الله. خير ايش تبين؟ انت اللي ايش تبين بالضبط؟ ليش داقه على ريلي؟ شنو الموضوع اللي بينك وبين ريلي تبينه برا مكتبه؟ هو قال لك؟ اي قال لي ومو بس كذي، امس يوم تتصلين انا كنت يمه وبصراحه احرجتيني يعني، قال لي قولي حق مديرتك اذا تبي شيء تقول لك وانت بلغيني. لا انا اعرف امشي اموري. يعني من انت داقه عليه؟ اعتمد اعتمد بهاني خلاص لا سجلت كل الملاحظات خلاص ان شاء الله خير ابشر ابشر حبيبي ابشر يلا مع السلامه هلا والله هلا تفضل شنو هذا؟ افتح الظرف وشوف واقرا يبا لو سمحتي ما عندي وقت لو سمحتي شنو هذا؟ بدرية اخونك مع واحد اسمه شاهين ها شو الحكي هذا استحلى وجهك انا بالغلط سحبت من تليفون هالواتسابات وشفت الكلام اللي فيه علشان كذي ابلغك بالموضوع صدقيني انت واحده ما تستحين على وجهك الشرح مو عليك عليا انا اخذت وعطيت معاك بالكلام
طلعي برا لو سمحتي. بدل ما تعصب علي شوف الغراميات اللي زوجتك قاعده تقولها مع الريال، لا وطلب منها انها تطلب الطلاق منك بعد. قلت لك طلعي برا، تفضلي برا برا. ما شاء الله كويتي؟ ايه اوكي. قاعد اشوف انك دارس وجامعي. اوكي بس الراتب اللي عندي مو اكثر من 200 دينار. ايه وايد زين. يعني اوكي مناسب لك؟ ايه مناسب الحمد لله. اوكي بعتذر منهم. Thank you. شكرا. You can go. Okay. Thank you. إن شاء الله أكون عند حسن ظنك. إن شاء الله. خليني أوريك مكتبك. شوف هذا هو المكتب. هني عندك الكمبيوتر، هذا المشين حق الفيزا، التليفون، الطابعه، كل شيء موجود هنا عندك، وهذا الاوراق، وانا مكتبي هني يمك. وخل اوريك بعد هناك بعض الاشغال. تعال شوف. السلام عليكم، شلونك بحال عمرك؟ رامي ممكن تليفونك شوي بس؟ إن شاء الله طال عمرك. بس افتح لي. حاضر أفعلك. تفضل طال عمرك. أنا بتصل على رقم. أوكي. بس يشيلونه أبيك تقول هلا أنا شاهين. إن شاء الله. شو تقول؟ هلا أنا شاهين. قولها عدل. إن شاء الله حاضر. شوي شوي هلا أنا شاهين. إن شاء الله طال عمرك. شلون هذا يدق هذا؟ أي نمبر 2. تعال خليك يمي. هلا انا شاهين. شاهين؟ شنو هالرقم هذا اللي داق منه؟ وانت وينك؟ الو؟ ها هاك تليفونك. ان شاء الله يبقى. خلاص اليوم تكون نهاية الأسرة السعيدة. ما راح أشوفك في تركيا ولا راح أشوفك في باريس بالمحاكم مفضوحة.
يلا قومي قومي شيلي قشتك يلا وضفي بيت اهلك يلا. ايش فيك؟ قومي شيلي قشتك كلها وما بشوفك ببيتي. ايش فيك صاير؟ ورقتك ما توصلت بيت اهلك. تفهمني ايش صاير؟ بتفهمين؟ هات فهمي. اقري 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 سواد وجهك اقري. قومي طفي قومي قومي ترفعي قومي قومي برا 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 يلا يلا شيلي قشتك ما بشوفك ببيتي. يبا ايش قاعد يصير؟ بس ما بشوفك ببيتي. كل اغراضك تطلعي وطلع برا يلا يبا ابي يمنا تبي امك يلا اخذ عيالك معك يلا يلا اخذ اغراضك يلا يلا لا شوفوا كذي برا برا صاير يا رب سترك امشي دلبي دشي يلا يا مهدي ايش فيكم السايب شريفه بنتك دشي شريفه بس يا ايبا غير باتك اسال بنتك يا ايبا بس خلاص يا شيليها شيلي بنتك شيليها عدور اخذ اخوانك ودش داخل ما يصير على مشاعرهم كل في قدام الياها ايش يا ايبا كذي ما يصير على مشاعرهم ما يصير قدام الياها يا ايبا حيسون فضايحهم شيلي بنتك من شاهين بنتي طلعت لحب وغرام شيليها حاطه ريال علي مستحيل هاي رباتك لا مستحيل بنتي ما تسوي شيء شيليها اكيد في شيء غلط بس خلاص انت ايش فيك؟ طقتني وطردتني وفضحتني ايش ابي بعد؟ ابي اطلقك انت طالق صاير يوم قولي لي الكلام اللي قاله صج ولا لا؟ تحكي صج؟ يبا انا ما شفته ولا اعرفه انا بس كلمته بالواتساب. نفرته بسيطة إذا ما طلعت شاهين مالك هذه يا بدرية ما كلنا فواز ما علي ما علي ما علي ما علي هلا ناصر شلونك؟ تمام خير أمري
ناصر، بس أنا يعني صار لي سنين ما شفتك وانتهدنا هني بروحنا، ولا الحين على ذمتك وزوجتك. كل يوم أحتاجك أكثر من اللي قبله. أنت ليش منحاش؟ بس فهمني. أنا عارف إن هالوضع غلط، وإن شاء الله بس أرجع بصلح كل شيء. صج؟ أنت بترد الكويت؟ أي آخر الشهر إن شاء الله. خلاص إحنا ناطرينك. بيان. هي ما مليت من البيت، كلها كم دقيقة طلعت برا. لا والله، يلا شوف دشي داخل، روحي جاب لي دروسك، وإنه ترى أبوك يطلعك من المدرسة ويزوجك. يلا شوف، يلا. راشد يما تعال حبيبي، تعال يما، تعال يما، روح غسل علشان تجيب لك الغداء. يلا امي. أموت وأعرف إيش قاعد يصير بين بدرية وفواز.